البرمجة الصيفية للإذاعة الوطنية. فلاش سبور. صباح النور. البداية بأخبار الميركاتو. نادي الإفريقي أعلن تعاقده مع مدافع الأولمبي الباجي ياسين بوعبيد لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده في جوان الماضي. لاعب آخر قريب من الإمضاء مع النادي الإفريقي هو مدافع الملعب التونسي حمزة بالعبد اللي اتفق مع هيئة السيا على عقد بزوز مواسم وإتمام الصفقة في الساعات القادمة. الإفريقي اللي مدد أيضا عقد لاعبه غيث الصغير لموسم إضافي حتى لجوان 2027 مع امتيازات مالية جديدة. في النادي الصفاقسي البارحة الإمضاء رسميا مع اللاعب البرتغالي بيدرو ميغيل سا لمدة زوز مواسم. لاعب عمره 30 سنة يلعب متوسط ميدان دفاعي وكان في صخ عقده مع نادي استريلا ساد البرتغالي والتحق بالسياساس في صفقة انتقال حر. في الملعب التونسي اتداب مهاجم شبيبة العمران هداف بطولة رابطة المحترفة الثانية الموسم الماضي أحمد الباجي أيضا صفقة انتقال حر ومدة العقد باش تكون 3 سنوات. النجم الرياضي الساحلي ضبابية كبيرة على مستوى التسيير بعد اجتماع الهيئة التسييرية البارح العشية واللي انتهى باستقالة معظم أعضائها مع مغادرة البعض قبل نهاية الاجتماع، وننتظر بلاغ الهيئة لتوضيح أهم نقاط الاجتماع ومستقبل الفريق في الفترة القادمة. من جهة أخرى وفي ظل الفوضى وعدم الوضوح أكثر من لاعب استغل الموقف وفسخ العقد من جانب واحد بعد عدم الخلاص لأكثر من 3 أشهر وتقديم شكايات لدى لجنة النزاعات من بينهم المهاجم أصيل الجزيري المدافع عبد الرزاق بوزرة وقبلهم كيف ما نعرفوا لؤي بن حسين. أيضا كلام أن راقي العواني وحسين بن علي قدموا شكاية لدى لجنة النزاعات من أجل عدم الحصول على المستحقات المالية وبالتالي الرغبة في فسخ التعاقد من طرف واحد. دائما ما أخبار ملاعبية النجم الرياضي الساحلي ونادي المصري البورسعيد يتقدم بعرض الانتداب متوسط الميدان الكامروني جاك مبيل يملك أيضا عروض من فرق أخرى وتأكد مغادرته. فالترجي بعد عودة التمارين في بداية الأسبوع الحالي من المنتظر تواصل توافد الملاعبية الأجانب تباعا على التدريبات بعد وصول كل من محمد أمين توغاي وأوغبيلو البارح مع إمكانية أيضا وصول روجيا أولو ويان ساس في الساعات القادمة. ويبقى موعد وصول المهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز مش متأكد إلى حد الآن ولو أنه الهيئة أرسلت له تذكرة السفر اللي فيها موعد القدوم غدوة في الليل. الهيئة المديرة للنادي البنزرتي أصدرت بلاغة أكد فيها أن الفريق مهدد بعدم المشاركة في البطولة الموسم القادم في صورة التأخر في دفع مبلغ 2,700,000,000 قبل 31 جويلية لفائدة مدربين ولاعبين سابقين بالفريق. الأولمبي الباجي حدد نهار 8 أوت كموعد لإجراء الجلسة العامة التقييمية للفريق. في قوافل قفصة عودة التمارين باش تكون نهار السبت القادم تحت إشراف المدرب العائد سفيان الحدوسي اللي كان أشرف على الفريق الموسم الماضي في 4 مقابلات فقط في شهر جانفي وفيفري ثم غادر نحو البطولة الليبية. في كرة السلة نهائي البطولة الوطنية في الكبريات اليوم مع 6 في قاعة مزالي بالمونستير مباراة بين أمل الوطن القبلي والنادي الصفاقسي. قبل أقل من 10 أيام على انطلاق الألعاب الأولمبية باريس 2024 واصل تسليط الضوء على المشاركة التونسية وبعد ما سمعنا البارح الرباع كارم بن هنية ولاعب التايكواندو فراس القطوسي اليوم نحكيه على رياضة المصارعة واللي يعطينا تفاصيل المشاركة فيها المدير الفني للجامعة منتصر العبيدي. منتصر العبيدي المدير الفني الوطني للجامعة التونسية للمصارعة. حصلت رياضة المصارعة على 4 ترشحات للألعاب الأولمبية باريس 2024، زوز في الاختصاص الرومانية اللي هما سليمان نصر ومحمد أمين قنيشي، وزوز في المصارعة النسائية اللي هما زينب الصغير وسوار بوستة. سليمان نصر هو طالب حصل على إجازة في تونس ومشى يعمل في الماجستير في باريس ويتدرب مع المنتخب الفرنسي في الإنساب دو باري ولعب الدورة الترشيحية في مصر واقتلع بطاقة الترشح متاعه ضد البطل الأولمبي المصري إبراهيم السيد. بالنسبة لمحمد أمين قنيشي كيف نفس الباركور متاع سليمان نصر، مصارع يلعب على المستوى الدولي منذ 2016 متحصل على عديد الألقاب والتتويجات وإن شاء الله عنده مستقبل واعد زادة وعليش ليه نجم. نحن رياضة متاع قرعة متاع حظ، كان جينا قرعة باهية نطمحوا في ميدالية إن شاء الله. سوار بوستة بطلة إفريقيا، بطلة متوسطية متحصل على ميدالية ذهبية في
الألعاب الإفريقية ومصارعة ويادة عمرها 24 سنة. بالنسبة لزينب الصغير متحصل على المرتبة الرابعة عالمية بطلة إفريقيا لعبة الألعاب الأولمبية للشباب بالأرجنتين 22 سنة، بطلة فريمون قوية واعدة وإن شاء الله بالتوفيق تقودهم البطلة الأولمبية مدربتهم مروة العامري. مروة العامري أكيد البطلة الأولمبية باش تكون هي في تدريب لاعبات المنتخب الوطني للمصارعة، وكيف ما حكى المدير الفني للجامعة منتصر العبيدي واحدة من اللاعبات اللي نستناو منها أكيد التألق إن شاء الله في الأولمبياد سوار بوستة وانتظاراتها من الأولمبياد. سوار بوستة 24 سنة وزن 62 كيلو لعبة بالمنتخب الوطني للمصارعة، مترشحة للمرة الثانية الألعاب الأولمبية. توا العد التنازلي والرهان قرب، توا انضباط أكثر نهار كامل تعجيه أونترين ما راحة وانترين ما ونوم كهو، ما عندك حتى شيء آخر، عندك أوبجكتيف قدامك. الألعاب الأولمبية هي حلمي مليانة صغيرة، ديما عرفت نحلم باش نعمل ميدالية أولمبية، إن شاء الله نحقق الميدالية في الألعاب الأولمبية. إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية الكل والمتابعة كالعادة على موجات الإذاعة الوطنية لكل تفاصيل الأولمبياد. خارج تونس، نادي الاتحاد السعودي تعاقد مع الجزائري حسام عوار متوسط ميدان روما الإيطالي بعقد لمدة 4 سنوات. البارح ريال مدريد الإسباني قدم لعبه جديد الفرنسي كيليان مبابي أمام أكثر من 80,000 متفرج، ومبابي باش يلبس القميص عدد 9 الموسم القادم. المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو أعلن اعتزاله لعب دوليا مع المنتخب الفرنسي بعد 143 مباراة دولية سجل فيها 46 هدف. مدرب المنتخب الإنجليزي ساوثغيت بعد خسارة نهائي أمم أوروبا قدم البارح استقالته رسميا بعد 8 سنوات على رأس المنتخب الإنجليزي، وصل فيها لنصف نهائي مونديال 2018 وأيضا نهائي أورو 2021 و2024. هكا نكون وصلنا لختام أخبار الرياضة، أجمل تحيات شهير الكافي، نهاركم زين.